أعزائي مشاهدي قناة المصلى عليه، أهلا بحضراتكم في كل مكان. النهاردة جاي لكم فيديو جديد عن لو عندك حاجة مخرومة وعايز تلحمها، تلحمها بإيه؟ فده لزق إيبوكسي أهو، ستيل إيبوكسي، بيبقى عبارة عن أمبتين اتنين بيتخلطوا على بعض، واحدة بتبقى اللزق والتانية المصلب. ده اللزق، ده المصلب، ده مكتوب عليه هارد نواة وده إيه؟ ريزن. المادتين دول بيتخلطوا على بعض وبيتصلبوا في خلال 5 دقايق، يعني تمام، سايلين لمدة 5 دقايق، وبعد كده بتبدأ ايه على بال ما انت تكون طبقتهم على الفتحة اللي انت هتسدها. طبعا ده لزق واسع المدى، ممكن تلزق بيه أي حاجة، ممكن تلزق بيه حديد، ممكن تلزق بيه ألمانيا، ممكن تلزق بيه نحاس، ممكن تلزق بيه سيراميك، ممكن تلزق بيه خرسانة، حتة في الخرسانة يعني، أو حاجة من خرسانة تلزق بيها، شاكوش، تروس، خرم فردتير، التانك بتاع الجاز أو بتاع البنزين. وميزة الدهان ده إن هو بيتلائم مع حاجات كتير جدا، يعني بيستحمل الضغط وبيستحمل الحرارة، وغير قابل للتمدد أو للإنكماش، فده بيديله خواص، او الخواص ديت بتديله صلاحيه ان هو يستخدم في حاجات كتير جدا. فانا حبيت اشارككم التجربه ديت، فهنشوف دلوقتي وانا بخلطه على بعض. تمام، زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ده هبدا ايه افتحه ونخلط الايه المادتين على بعض. طبعا انا كنت فاتحه قبل كده. اهم حاجه انت لما تيجي تشتغل المصلب لازم تجيب المدى او تاريخ الصلاحية بتاعه يكون ايه، يكون قدامه فترة. يعني ده تاريخ الصلاحية بتاعته 20 انتاج 20 فبراير 20 النهاية فبراير 2022. كلنا نبص على تاريخ النهاية دوت، ها، عشان ميبقاش اكسباير، يبقى خارج تاريخ الصلاحية، وبعد كده ايه ميبقاش ايه هيحطه هيلز بس مش بيبقى شغال. فترة النشفان الكاملة، طبعا هو بينشف خلال 5 دقايق، بس فترة النشفان الكاملة اللي تخليه تقدر يستحمل الضغط ويستحمل الحرارة وكل الميزات اللي احنا قلنا عليها بعد 24 ساعة. فاحنا هنجيب أي حاجة ناشفة نعمل عليها، أجيب حاجة زي كده، جلد الكراسة مثلا أهي، وهتبدأ بقى. قلنا ده الهاردنر، ده المصلب، هنحط الايه، نحط ده الاول اهو، لازم نحطه الاول طبعا، يبقى مقفول، فظهر الخطر يبقى فيه سنين اهو، فاحنا عن ايه انا محطين السنين ضغطين عليه من ورا كده ضغطة بسيطة، فبيبدأ ايه بيفتح اهو. لازم لانه زي ما انت شايف كده لونه اسود اهو، انا عايز كمية حلوة عشان خاطر اعرف ايه اهو، كفاية لحد كده، وهنقفل على طول عشان خاطر ما يطلعش منه كمية بره مع الضغط وايه وينشف لأي سبب يعني. ده قلنا الهاردنر اللي هي الأنبوبة رقم دي الحمرا ديت، برضه نفس القصة، هنفتحها ضغطة جامدة بالنشفة شوية، هارد نار بقى جامد، بس اتفرمت اهي، ونبدأ نحط كمية قد الكمية ديت. اشوف الكمية دي قد ايه، نحط كمية قدها بالظبط تقريبا، عشان كده انا هحطها على جنب كده، بس تبقى ايه اشوف هي قد ايه. تقريبا كده هما كده قد ايه، قد بعض. تبدا تقفل الاتنين، وهنبدا بقى ايه تعد 5 دقايق من اول مرحله الايه التقليب على بعض. طبعا انت لما تقلب ده اسود وده ابيض هيديني لون ايه، لون رصاص.
طبعا انت المفروض انت بتقلب بسرعة، بس تقلب كويس يبقى ايه عشان يكون اختلط تمام، ويبقى كله بقى رصاصي، ميبقاش في حتت بيضة وحتت ايه وحتت سمر، يبقى كله تحس ان حصل فيه تجهيز. وهنبدأ بقى ايه عندي الله. بقول ان الحتة دي فيها فتحة اهي، انا هبدأ نهدها من بره ومن جوه بلمتين اهو. طبعا البتاع لازم تكون انت غسلها كويس، دي اهم حاجة اهو، عشان لو ما انتش غسلها مش هتمسك، ميبقاش في اثار للاتربة ولا للشحوم ولا للزيوت ولا ولا للصدى. البستلة دي مفروم، بس دي محتاجة شغل كتير، منها هعمل عليها الصابون السخن، والفتحة بتاعتها ديت مهمة، وهنشوف احنا بنعمل الصابون السخن دي مهمة في ايه، تابعوني. الصابون على الساخن يعني، فا هي البستلة في الأرضية بتاعتها في خوض اهو، لو احنا شفنا كده اهو شايفين هو مش واضح قوي، بس شايفين الشرطة دي، الشرطة الميلة دي في الشرخ ده في القعدة ده، فده هنحط له الايه مادة الايبوكسي دي اهو. وطبعا ايه لازم بتعمل كده عشان تشبع اللزق في قلب الفتحات بتاع الاخرى زي ما احنا شايفين كده اهو. نعمل دي برضه من هنا كده، وعاوز ادي فوقها ايه طبقة بحيث ان هي ايه تتشبع باللزق. شايفين كده نبدأ برضه في ايه طبعا الحتة ديت، انا هخلص لزق وارجع لكم. رجعت لكم بعد ما لزقتها، شوف بقى انا خدتها من بره كده من تحت وخدتها من الحرف ده، الحرف ده كله مش داير ما يدور اهو. والطبة اللي انا حاططها ديت حواليها برضو كانت ملزوقة قبل كده مرة اهو، كانت تدير ما يدور من هنا كلها، ونفس القصة من جوه اهو برضو داير ما يدور من جوه على كل الفواصل اهي. طبعا ده عشان اجيب المناطق اللي جوه دي كلها بصبعي، عشان بحيث تضغط والدهان اللزق يخش في الفتحات يملى الفتحات كويس. وكذلك الحتة بتاع الايه الفتحة بتاع الطبة دي من جوه اهي برضه نفس القصة، ايه ظبطتها كده. لزق ممتاز جدا، يساعدك بقى على اللزق اي حاجة، مثلا زي بستلة زي كده، خرم في بستلة الغسالة العادية، رادياتير، اي حاجة عايز تلزقها، معدن او سيراميك او بلاستيك، لزق تمام التمام. متنسناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، خش على الوصف تحت هتلاقي الرابط بتاع قناة المطبخ اسمها ست البيت والمطبخ، وقناة نت عقلك، وقناة البير وقت، دي مجموعة قنوات ياريت تدعمونا عليها. واتمنى ان انا مكنش ضيف تقيل عليكم، وجعت الكوش دماغكم. يلا سلام.